السلام عليكم يا أحباب، ما وصيكم، احنا في شهر عظيم والوصايا كثيرة، لكن أنا بركز على ثلاث. الوصية الأولى صيام النوافل، حاول تصوم الاثنين والخميس وأيام البيض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ترى أنا مثل أغلبكم إلى الآن ما بديت، لكن بإذن الله اليوم أبدأ من سورة البقرة. إيش رأيكم ندخل تحدي إتمام قراءة القرآن الكريم كاملا خلال شهر شعبان؟ وإذا أنجزنا هذه المهمة والله خير عظيم وبركة. الوصية الثانية الإقبال على القرآن الكريم. هذا الشهر يسمونه شهر القراء، لأن السلف كانوا في هذا الشهر يعني يقبلون على القرآن استقبالا واستعدادا لرمضان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس، يعني شهر شعبان، إياني وإياك أن نكتب من الغافلين، بل نكتب من الذاكرين والتالين والصائمين. ترفع أعمال العباد في شهر شعبان، فليرفع عملك وأنت صائم وأنت تالي للقرآن الكريم. الوصية الثالثة: خطط لرمضان من الآن، اكتب الأعمال الصالحة اللي ودك تسويها في رمضان، ستؤجر عليها لأنك هميت بحسنة ونويتها. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.